صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يقول: تقدم معنا أن الأمر هاهنا للإباحة، فما هو الصارف له عن الوجوب؟ ما الصارف له عن الوجوب؟ ما أحد قال أنه يجب عليك أنك تمشي في الأرض وتسافر، ما حد قال هذا، يعني هذا للإباحة. نعم.